ترددوا في دخولها بالقوة إذا لم تسفر المفاوضات مع شيوخ القبائل هناك عن أي نتائج لحقن الدماء. موضوع سرت أو دخول سرت لا مناص من تحرير كامل أجزاء ليبيا. سنعطي فرصة أولا للحلول السلمية، ومن ثم سوف نتخذ قرارنا. الشعب الليبي بالكامل يعي جيدا بأن من هم في سرت ليبيون، وأن سرت مدينة ليبية لن تخضع لسلطة مارق مهما كلف الثمن. مصير القذافي وعائلته لا يزال مجهولا حتى الآن، إلا أن المجلس حسم أمره وأغلق جميع الأبواب أمام أي مفاوضات. فبالنسبة لهم الصراع لن ينتهي إلا عندما يعتقل القذافي وأتباعه. ليست هناك أي مفاوضات، ولم تكن هناك مفاوضات، ولن تكون هناك مفاوضات. هؤلاء مجرمين هاربين من العدالة، وسنتعقبهم ونعتقلهم. في مقابل هذا التشدد لا ينفك المجلس يطالب الليبيين ليس في طرابلس فحسب، وإنما في عموم ليبيا بإكمال ما بدأوه بالتحلي بكثير من المسؤولية للحفاظ على مكاسب الثورة. في هذا اليوم اسمحوا لي أن أناشد فيكم وأنتم في غمرة احتفالاتكم، أن أناشد فيكم الضمير، وأن أناشد فيكم المسؤولية، وأن أناشد فيكم الوعي بما أنتم مقبلون عليه. لا تأخذكم وأنتم في غمرة أفراحكم رغبة جامحة في انتقام. تأتي هذه الدعوات في وقت كشفت فيه منظمات دولية عن انتهاكات ارتكبتها كتائب القذافي في طرابلس ليلة سقوطها، إذ نفذت هذه القوات عمليات إعدام بالجملة في حق مدنيين وسجناء كانوا محتجزين في مخيمات عسكرية لدى الكتائب. ورغم الهدوء الذي يطبع غالبية جبهات القتال في ليبيا بعد أن استتب الأمن فيها وبدأت الأمور تعود إلى طبيعتها تدريجيا، كما في مدينة راس لانوف التي بدأت منشآتها النفطية في العمل من جديد، يعود القلق إلى نفوس الليبيين وهم يرقبون ما ستسفر عنه عملية تحرير سرت، التي لا يستبعد مراقبون أن يكون سقوطها أكثر كلفة من طرابلس العاصمة، إذ يعتقد أن ما تبقى للقذافي من أسلحة قد نقل إليها، كما أن القوات الأكثر ولاء للعقيد والعقيد نفسه سيستميتون في الدفاع عن آخر حصون النظام. ومعنا من بنغازي سعد المغربي مدير مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان. سيد المغربي، هل توفرت لديكم معلومات بخصوص التجاوزات التي تكون كتائب القذافي قد اقترفتها في طرابلس؟ نعم أختي الكريمة، أحييك في هذا اللقاء، في هذا المساء الطيب، ونؤكد أن جرائم القذافي لا حدود لها، وآخر هذه الجرائم كما تعرفون ما حصل في جريمة قتل 53 شخصا من المدنيين الذين حبسوا في مخزن وقتلوا ثم أحرقت جثثهم خلال تواجد المقاتلين الثوار على حدود طرابلس. هذه جريمة من الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين في ليبيا، وهناك جريمة أخرى كذلك لم تتأكد عندنا حتى الآن، وهي مقتل 150 شخصا آخر من المدنيين في مكان آخر. هذه جرائم هذا النظام التي لم تبدأ ساعة انطلاق هذه الثورة، إنما جرائمه قديمة في ليبيا ضد المدنيين وضد المعارضين السياسيين. المغربي، إذا كانت لديكم أدلة أنتم كحقوقيين، ما الذي تنوون القيام به في هذا الشأن؟ نعم أختي الكريمة، نحن سنأخذ هذه الجريمة بعين الجد، ثم نرفعها إلى الهيئات المختصة لمتابعة هذه الجرائم ومتابعة الذين قاموا بها، الذين كانوا يشرفون على السجناء في هذه البلاد ممن يتبعون القذافي. أما القذافي فقد أدين في جرائم كثيرة، هذه جريمة من الجرائم التي سترفع وسيحاسب القذافي عليها ومن معه، وكذلك الذين لهم يد مباشرة في هذه الجرائم. طيب سنرفع سيد المغربي هذه القضاء، هذا بالإضافة إلى المحاكمة داخل. نعم. طيب سيد عبد الجليل، في خطابه الذي أعلن نهاية حقبة القذافي تحدث عن
الصفح وعن كذلك التسامح قدر المستطاع. برأيك كل من ثبت تورطه في قتل المدنيين كيف سيتم التعامل معه من طرف المجلس الوطني الانتقالي؟ نعم أختي الكريمة، ليس هناك تعارض بين الصفح وبين أن يأخذ القانون مجراه. كل من ثبت عليه إجرام ومذابح جماعية وقتل وسفك للدماء سيحاسب ويحاكم محاكمة عادلة أمام القضاء الليبي الذي سوف يكون مستقل ليأخذ جزاءه الذي يستحقه. ليس هناك شيء خارج القانون وأخذ للثأر خارج القانون، كل هذا سيكون من خلال القانون، من خلال الحكومة التي تنفصل سلطاتها من سلطات قضائية وتنفيذية وتشريعية. هذه الدولة التي ستنشأ سوف لن تمد يدها للثأر شكرا جزيلا لك. نعم. دكتور. نعم. سيد عبد الرحمن أو سيد سعد المغربي مدير مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان، كنت معنا من بنغازي، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. ومعنا من طرابلس الدكتور عبد الرحمن الريشي أحد الكوادر الطبية بمستشفى طرابلس المركزي. دكتور الريشي، الحديث عن تجاوزات وتعذيب وقتل، هل وصلتكم أنتم في المستشفى أي حالات مشبوهة تعرضت لهذه الأنواع من التجاوزات؟ أولا السلام عليكم. وعليكم السلام. والحمد لله عيدنا عيدين إن شاء الله في ليبيا، وعاش ليبيا حرة. في الأحداث الأولى ما قبل دخول الثوار إلى مدينة طرابلس كانت تأتينا حالات من ممارسات النظام التعسفي من تعذيب ووصول حالات كانت مقيدة، كانت مصابة بإطلاقات نارية، كانت تتلقى العلاج داخل المستشفى تحت غير بس عالجوه وبنرفعوه. لكن الحمد لله الحمد لله، يعني بعد انتصار الثوار داخل طرابلس وتحرير مدينة طرابلس بالكامل، معاملة الثوار لأسرى الكتائب كانت معاملة لائقة داخل المستشفيات. بنوضح لأن بنوضح لجميع العامة والناس إن من يجيبوا فيهم للمستشفى بكلا الطرفين يتلاقوا يلتقون العلاج الكامل وبدون تمييز ان الشخص هداي كان من الكتائب او كان من الزبانية اللي في الاول تشتغل، بالعكس كانوا تو حاليا يعاملوا فيه معاملة حسنة. والحمد لله هذا مبدأ ثورة 17 فبراير ان كنا ليبيين بس اللي دكتور الريشي وهلة. طيب عن الحالات. نعم. المشبوهة التي تحدثت عنها، هل يتم توثيق هذه الحالات بما أن الحديث الآن عن محاكمة المتورطين في حالات التعذيب؟ طبعا كان حتى دخولهم بكتائب ونجيبوا أحد الثوار في أثناء الأحداث الأولى كانوا يجيبوا فيهم بأسماء وهمية بدون ذكر اسمهم الحقيقي. طبعا الحمد لله احنا ككادر طبي كنا مع الثوار نحاولوا نجنبوه وجود الكتائب لدخول المريض بأي صفة طبية لدخول حجرة العمليات، وناخذوا منه المعلومات الصحيحة من نفس الشخص تجيبوه ونبلغوا أهله أن المريض هداي أو التائر هداي وصل للمستشفى وحالته كويسة وإنه موجود على قيد الحياة والحمد لله. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن الريشي الطبيب في قسم الحوادث بمستشفى طرابلس المركزي. عفواً، كنت معنا من طرابلس لله. شكرا جزيلا. عفواً. لك العفو. قالت وزارة الداخلية التونسية إن السلطات الأمنية بمحافظة تطاوين بالجنوب التونسي اعتقلت عصابة كانت تنوي القيام بعمليات عدوانية على التراب التونسي، ويعتبر هذا الكشف الثاني من نوعه بعد أن اعترف خلال الأسبوع الماضي عميد بالجيش الليبي بتكليفه بتفجير إحدى السفارات العربية.
تم القبض على شخص ليبي معناها مع ثلاثة أطراف تونسيين كانوا ناويين باش يقوموا بعملية متاع خطف معناها ليبيين موالين للثوار ثم البرنامج تبدل ولا تفجير سيارات ثم تبدل مرة ثالثة ولا معناها تفجير صهريج متاع بنزين على أساس باش معناها العملية ذي ينسبوها للثوار ويتم إخراجهم ويتم عملية سيطرة الحدود من طرف الكتائب بسهولة. دونك العملية ذي معناها كشفها هو صاحب المنزل اللي هو كريه لزوز أطراف ليبية اللي هو ربط بهم سيلة ذي اللي وقفناها احنا وعرض عليهم مقدار مالي. صاحب المنزل بلغته المعلومة ذي وبلغها للجيش والجيش بدوره بلغها الأمن وتمكننا باش نلقوا القبض على الأفراد ذوما. ومعنا من تونس المحلل السياسي الجمعي القاسمي. سيد القاسمي، برأيك ما حجم التهديدات التي قد يشكلها أتباع القذافي على الوضع في تونس؟ أعتقد أن التهديد جدي وخطير للغاية على ضوء التطورات التي شهدتها ليبيا، وهذا التهديد في حقيقة الأمر هو مزدوج الجانب، بمعنى أنه يأتي من أنصار القذافي كما يأتي بما تسميهم أنت بالثوار. فتونس أصبحت ساحة، وأخشى أن تتحول تونس إلى ساحة لتصفية الحسابات بين طرف الصراع في ليبيا. برأيك لماذا تونس بالتحديد؟ تونس بالمقصود منها هو الجانب الجغرافي لا أكثر ولا أقل. جغرافيا تونس تبدو هي بمثابة الشريان الرئيسي والحيوي لطرف الصراع في ليبيا، بمعنى أن معبري الحدود وازن الذهيبة وراس جدير هم معابر حيوية من ناحية اللوجستيكية ومن ناحية التموين توفير جميع مستلزمات الحياة في ليبيا وفي غرب ليبيا بالتحديد. طيب، بما أنك سيد القاسمي تقول إنه تهديد حقيقي، برأيك ما الذي يجب أن تقوم به السلطات التونسية لمواجهة هذا التهديد؟ عليها أن تقوم بالكثير والكثير. أولها اليقظة المستمرة لمنع تسلل السلاح والذخيرة إلى أرض تونس، خاصة وأننا سمعنا خلال الأسبوع الماضي أن السلطات العسكرية في تونس كشفت عن محاولة لاعتداء على سفارة عربية، وتم العثور على كمية هائلة من المتفجرات الشديدة TNT إلى جانب صواعق كهربائية. هذه المتفجرات دخلت إلى الوطن، دخلت إلى تراب تونس رغم الإجراءات الأمنية المشددة. يتوجب الآن على السلطات الأمنية والعسكرية إحكام المراقبة والسيطرة على الحدود لتفادي مثل هذه الخروقات التي قد تشكل تهديدا جديا في المرحلة القادمة. وهل تعتقد أن السلطات التونسية حاليا قادرة على مواجهة هذا التهديد؟ يعني أتمنى ذلك. يعني السلطات العسكرية تقول أن لديها من المعدات والعناصر والقوات ما يكفي لحماية الحدود. السلطات الأمنية تقول أن أعينها مفتحة وتراقب الجميع، وأتمنى أن تكون قادرة على ضبط الأمن في هذه المناطق الحدودية التي يسهل منها التهريب، وخاصة منها تلك المسالك الصحراوية شديدة الوعورة والتي ممكن أن يستغلها هذا الطرف أو ذاك لتهريب الذخيرة والسلاح والمتفجرات. شكرا جزيلا لك سيد الجمعي القاسمي المحلل السياسي، كنت معنا من تونس. هذا ويشهد معبر وازن الحدودي بين ليبيا وتونس يشهد حركة كثيفة للعبور من وإلى ليبيا وسط إجراءات أمنية يصفها العابرون بأنها بسيطة وسهلة جدا، وذلك بعد أن سيطر الثوار على المعبر، حيث كان السفر عبره في السابق صعبا جدا بسبب الإجراءات التي كانت قوات القذافي تفرضها على المسافرين. أما وقد تقوضت قبضة نظام العقيد على العاصمة طرابلس ومدن الشريط الساحلي الغربي، فقد صار بإمكان سكان تلك المناطق السفر أن شاءوا. يكتظ بهم هذه الأيام معبر ذهيبة وازن الحدودي البعيد في عمق الصحراء، ولسان حالهم يقول لا بد من تونس وإن طال السفر. جاي من طرابلس عن طريق جبل نفوسة
وحاليا في منفذ وازن وماشي لتونس لزيارة أصدقائنا وأصحابنا المصابين والجرحى مدينة تونس. تتعدد مشاربهم والمعبر واحد، فرغم سيطرة الثوار عليه وإيثارا للسلامة يتجنب هؤلاء الآن منفذ رأس جدير الذي لا يبعد عن بعض بلداتهم سوى بضع عشرات الكيلومترات. الطريقة اللي باش ترفع لرأس جدير مش آمنة، لما جينا غيرت على البوابة متاع ذهب هذه وازن المعبر الحدودي، لكن ولما جاي اكتشفت فيه انه في الجديد لما بنجي على الطريقة هي على خاطر فيه مناظر سياحية وحاجات ان تشجع ان لما بتجي سياحة، تبدأ السياحة من ليبيا وهذه واحدة من الحاجات اللي كانت مختفية من ليبيا. القادمون الجدد الى معبر وازن بهيبة هم من الاسر الميسورة القاصدة الفنادق والمستشفيات التونسية الخاصة. ماشي ولا يطلس الاولاد، ما قلت كانوا عندهم فشل كلوي فيغيروا في الجو تونس شوفوا يعني كان ممكن نديروا عند غسيل تونس لغايه ما استقر الامور في طرابلس يعني. هم طب الاولاد موجودين معي. ومن بين العابرين ايضا جرحى ومصابون من الثوار والاهالي في معارك طرابلس الاخيره، ممن يعد مرورهم عبر طريق راس جدير مجازفه حقيقيه. في الاتجاه المعاكس زادت وتيره عوده سكان الجبل الغربي الى مناطقهم المدمره والتي دفعت واحدة من أعلى فواتير الحرب الليبية. المعبر من الجانب الليبي باتت إجراءاته أكثر سلاسة وانتظاما، فقد تمرس الثوار على إدارته وتدبروا أمرهم بعدما كان لهم السبق في أن يكونوا واجهة لليبيا الجديدة في المنطقة الغربية، ليبيا الغد والمستقبل. مرة أخرى يقف معبر ذهيبة وازن الحدودي شاهدا على انتصارات الثوار الليبيين، هذه المرة عبر التدفق الكثيف للمواطنين الليبيين لا سيما منهم سكان طرابلس والمناطق المحيطة بها، فهم ما كان لهم أن يكونوا هنا اليوم لو أن كتائب القذافي ما زالت تمسك بتلك المناطق. فتحي إسماعيل، الجزيرة، من على الحدود التونسية الليبية. استقبل تونسيون على امتداد أشهر الثورة الليبية نحو 2000 جريح ليبي، 300 منهم على الأقل يوجدون في مستشفيات العاصمة تونس. هذا وقد ارتفع عدد الإصابات خلال المدة الأخيرة وازدادت خطورتها مع اقتراب المعارك من العاصمة الليبية طرابلس. مراسلنا في تونس لطفي حجي زار المشافي التونسية والتقى بعدد من الجرحى الليبيين. امتزج الدم التونسي بالدم الليبي في تعبير عن تداخل أهداف الثورتين التونسية والليبية من أجل الحرية والانعتاق. حملة للتبرع بالدم نظمتها وزارة الصحة التونسية لصالح الجرحى والمصابين الليبيين، مبادرة اعتبرت تواصلا لاحتضان الليبيين في تونس ومؤشرا لتعاون أعمق. معناها مش كون ثم اتفاقيات بين تونس وليبيا باش نستقبلوا كل الأخوة الليبيين، مش كان الجرحى، إن شاء الله يكونوا حتى أيضا المرضى في المستشفيات العمومية في المستشفيات الخاصة، نعطيهم اللي قاعد يسور للأخوة التونسيين مش نعطيوها للأخوة الليبيين، وإحنا شعب واحد. مبادرة تفاعل معها المجلس الانتقالي الليبي الذي لا يترك مسؤولوه فرصة لإبراز أهمية التعاون بين الثورتين. الحقائق اللي لازم تثبت ويعرفها الجميع أن الشعب التونسي والحكومة التونسية آزر ووقفوا وقفة رجل واحد مع أخوانهم الليبيين من بداية الثورة، لدرجة أن الحكومة التونسية وزارة الصحة التونسية أخذت قرار بحيث أنه يعالج المريض الليبي في أي مستشفى حكومي بدون أي مقابل. أكثر من 300 مصاب تحتضنها مستشفيات تونس العاصمة ومصحاتها من بين نحو 2000 حالة استقبلها التونسيون طوال أشهر الثورة الليبية. لم يسترجع علي القبي ذاكرته بعد ليفرح مع رفاقه الثوار بخبر انتصار الثورة. إصابته في شهر جوان خلفت له أضرارا بليغة في الرأس والعمود الفقري وفي أجزاء أخرى من جسده. كان لافتا انتشار حالات بتر الأيدي والأرجل والتي قدرتها مصادر طبية ليبية بأكثر من 150 حالة موجودة حاليا في المساحات التونسية. ولم تنجو النساء الليبيات من الإصابات، فقنص كتائب القذافي لم يكن يميز بين الثوار والنساء والأطفال والشيوخ، لكن عزيمة الثوار
باقية رغم الألم. إصابة طفيفة لكن قاعد هي الرصاصة لحد الآن، لكن الحمد لله هذا الحمد لله أني قاعد حيك ما بين أخوتي. احتضنت أقسام الإنعاش حالات خطيرة، لكن أمل الأطباء أن يتم إنقاذ جميع المصابين، وأمل عائلاتهم أن يسترد أبنائهم عافيتهم ووعيهم ليعيشوا أفراح انتصار الثورة. ستبقى مثل هذه الحالات شاهدة على عمق التعاون بين الثورتين التونسية والليبية، الأمر الذي يذكره الثوار الليبيون بكل تقدير، ويقولون إنهم لن ينسوا أن تونس احتضنت منذ انطلاق ثورتهم نحو 1,000,000 لاجئ ليبي، وهو رقم يغني عن كل تعليق حسب قولهم. لطفي حجي، الجزيرة، تونس. ونختم جولتنا المغاربية من واحات موريتانيا، حيث تكتسي ثمرة التمر أهمية بالغة ودلالات متعددة في الوجبة الموريتانية. فقد دخل التمر التقاليد الغذائية المحلية منذ أن عرف سكان زراعة النخيل وطوروها لتصبح مع مرور الزمن من أهم مصادر عيشهم، خاصة فيما يعرف بمناطق الواحات. مراسلنا محمد الصوف انتقل إلى الواحات وأعد التقرير التالي. يتضاعف استهلاك التمر في موريتانيا في مواسم وأوقات معينة كالشهر رمضان المبارك وحفلات الاستقبال والزفاف واستقبال الضيوف وغيرها من المناسبات الاجتماعية السعيدة التي يضفي عليها حضور التمر مزيدا من البهجة والسرور والحلاوة. طبعا الموريتانيين بطبيعة حالهم يبقوا الإنتاج الوطني نظرا لاش ولاحظوا هلا في السنوات الأخيرة، لأنه ما عاد يعرفوا على ان هذا التمور المحفوظه لابد لها من تعود فيها مواد مضافه، وبالتالي تعود مواد حافظه، وهذا يختاروا عنه شيء طبيعي. ومع تعدد مناسبات استهلاك التمر وزياده الطلب عليه، لم يعد الانتاج المحلي كافيا لتلبيه حاجات الناس من هذه الماده، فاستقدمها التجار من خارج البلاد، ويعتبر التمر الجزائري والتونسي والسعودي من ابرز التمور المعلبه التي يقبل عليها الموريتانيون رغم تحفظات تجار التمور على المستورد. نحن المستوردين الذين ذهبنا إلى أماكن التعليب لهذه التمور تعلب في أماكن جيدة وفي بيئة مناسبة وحسب المعايير المعترف بها. التمر الموريتاني دخل هو الآخر طور التعليب والتصنيع والبحث عن القيمة المضافة، وخاصة في مناطق الواحات في أدرار وتقانت والعصابة، حيث درج سكان هذه الولايات على تنظيم مواسم ومهرجانات تقدم فيها أنواع التمور ويروج خلالها لأصنافها المختلفة. للتمر في موريتانيا فضلا عن قيمته الغذائية دلالات ثقافية ومعان رمزية متعددة، وهو فوق ذلك يدخل في وجبة إفطار الصائم امتثالا للسنة النبوية المطهرة. محمد الصوفي، الجزيرة، نواكشوط. نهاية جولتنا الإخبارية المغاربية، وقد تابعنا فيها ثوار ليبيا يحاصرون سرت في أكثر من جبهة، وأنباء عن إعدامات جماعية نفذتها كتائب القذافي. قبض على شخص ليبي معناها مع 3 أطراف تونسيين. الأمن التونسي يعلن اعتقال ليبي، وتونسيين جندتهم كتائب القذافي لشن هجمات في التراب التونسي. ثم البرنامج بدل ولا تفجير. إلى اللقاء.